Sure. Yeah. So how was your solo skill? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جينا المستشفى وحصلنا ما شاء الله جميع الخدمات متوفرة، وبإضافة الخدمات جميع يعني تعاون الستاف هنا ما شاء الله يعني متعاونين جدا معنا، قدمونا جميع الخدمات جميع الحاجيات اللي نحتاجها. بالنسبة للجانب العلاجي، أول ما وصلنا هنا طبعا استقبلونا في المطار، ويعني أول ما وصلنا للمستشفى يعني اهتموا في الوالدة، طبعا الوالدة هي جميل الوالدة عشان العلاج، اهتموا في الوالدة، أخذ عليها جميع الفحوصات فحوصات شاملة، بعدها شخصوا الحالة، ويعني بدأوا يعطوها العلاج. طبعا العلاج استمر فترة، لكن الحمد لله من يوم ليوم في تحسن، والحمد لله الحالة في تحسن، وإن شاء الله أتمنى لما نرجع البلاد يكون إن شاء الله الشفاء تام. طبعا حبيت أتكلم عن الخدمات هنا وتعاون الستاف. طبعا المستشفى في يعني ما نقول الغرف المتنوعة للمرضى، هذه الغرف على حسب المريض ومرافق المريض. الغرف ما شاء الله يعني نظيفة وجديدة، فيها جميع الخدمات. You can say, did you say your name? That I am Ali. No. I have come from my treatment of my mother, Maryam. Did you say that? No. Okay, and the doctor's name is Dr. Jitin. Jitin. Yeah. And one more doctor, Dr. Srijesh. Jitin. Okay, Dr. Jitin. Okay, and you can say Dr. Jitin and the doctor for kidney doctor, you can say that, nephrologist. Maybe there's four or five doctors. Yeah, then you can say all the doctors or Dr. Jitin and team. Jitin and team. Dr. Jitin and team. And his team. Okay. I have to start. No, bro. You can just say that your name is Ali and you have come to Aster Vennar for your mother's treatment. The doctor was Dr. Jitin and team treated as well. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم علي الفارسي من سلطنة عمان. جينا هنا لمستشفى واينات أستر واينات. المستشفى يعني في منطقة واينات. كان جايين عشان علاج الوالدة، عندها عدة مشاكل. فاستقبلونا أخوة استقبال دكتور جينيث وفريقه. طبعا أكثر عن دكتور وفي تخصصات مختلفة، فأخذوا جميع الفحوصات و يعني بدأوا العلاج، والحمد لله العلاج في تحسن من يوم ليوم، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله هذا العلاج يستمر يعني والتحسن يستمر. Yeah. Yes. Did you tell about the climate? No. Okay. بالنسبة للجو، الجو ما شاء الله طبعا هذا المستشفى يقع في منطقة يعني يمكن نقول في وسط غابة، يعني ما شاء الله الخضرة محيطة بالمستشفى من جميع الجوانب. الجو ما شاء الله يعني مرتب جدا، يعني ما تحس لا انه بارد ولا انه حار، والمطر ما شاء الله بشكل مستمر، الخضرة يعني منظر من النافذة يعني يريح النفس صراحة، يعني يريح النفس ويساعد على العلاج. Okay, thank you. Then, where is now? One minute, I'm going to talk to Jitin.